بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا مشاهدي قناه الصحه والجمال الفضائيه، وحلقه جديده من برنامج حقق حلمك صح. زي ما عودناكم في كل حلقه بيكون معانا جديد وجديد ومواضيع بتكون هادفه ان شاء الله. في تغيير بسيط في البرنامج، ان شاء الله سيتم عرض البرنامج كل يوم ثلاث واربع وخميس بجانب يوم الاحد، لاننا بدانا مسابقه لاختيار المواهب في بعض المجالات، في الرسم، في الغنى، في التمثيل، في الشعر. إن شاء الله طبعا نتمنى التوفيق لكل الموهوبين. والنهاردة طبعا حلقتنا هيكون معانا على الاتصال التليفوني هيكون معانا المستشار محمد عبد الحميد أبو يونس، علشان نتكلم عن الانتخابات البرلمانية، لأن مهم جدا أن احنا نشوف ايه اللي بيدور في الشارع المصري حول الانتخابات، ولازم نكون احنا مراقبين مع الحكومة علشان نقدر نوصل ببلدنا إلى مرحلة النجاح والتفوق. طبعا الأحداث المليئة الصحف المصرية، في نشاط ملحوظ وكبير جدا للصحف المصرية في الأسبوع الماضي، وده ظاهر جدا ولا نغفل عن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقوم به من مجهود كبير وفعال علشان يوصل ببلدنا لبر الأمان، وإن احنا لازم نساعد برضه ونكون داعمين ونكون واقفين وقفة حقيقية علشان نقدر نبني بلدنا. ونبدأ حلقتنا، الفقرة الأولى هيكون معانا المستشار محمد الحين زي ما أشرت، والفقرة الثانية هيكون معانا مولد نجم جديد وهو المنشد اسلام حلاوه. طبعا نبدا فقرتنا بنرحب معانا الاتصال الاستاذ محمد. اهلا اهلا، مساء النور المستشار الاعلامي محمد عبد الحميد، اهلا بيك. انا سعيد بهذه المداخله مع حضرتك، وبحييك على هذا البرنامج الممتاز حقق حلمك صح. وان كنت يعني في البدايه اسمح لي استعير اسم برنامج حضرتك، واقول انه هنا في مركز فرشوط لدينا حلم طال انتظاره، وهو ان يكون لاهالي مركز فرشوط مقعد في البرلمان يحقق صاحبه كل ما يتمناه اهالي مركز فرشوط من مدينه وقرى، لكل ما يتمنوه ويستطيع ايصال الخدمات وحل المشكلات العامه. جميل جدا. طيب انا عارف ان حضرتك ماسك المستشار الاعلامي لحمله المرشح خالد عبد الوهاب ابو نحول الصوامعي، وشهدنا تفاعل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. كنا عايزين نعرف ايه اهم المحاور الرئيسيه للمرشح في برنامجه الانتخابي. اولا يعني قبل وجود برنامج انتخابي للنائب خالد ابو نحول، فهو يعني شخصية عامة معروفة لكل أهالي مركز فرشوط وأبو تشت ونجح حمادي، وقد خاض ثلاث جولات انتخابية سابقة أسفرت كلها عن دخوله جولة الإعادة، ولكن حلت ظروف معينة دون حصوله على كرسي مستحق في البرلمان. بالنسبة للمحاور اللي حضرتك بتتكلم عنها يا أستاذ خلف الله، طبعا احنا مرتكزين على عدد من المحاور. اولا احنا يعني بنظهر النائب خالد عبد الوهاب ابو نحول في صورته الحقيقيه كمرشح لديه القدره على ان يقود المرحله القادمه كنائب ممثل عن الجماهير في مركزي فرشوط وابو تشت، يستطيع ان يحرك العديد من الملفات الراكده وهي ملفات حرجه في مجال المرافق العامه والخدمات، وهي ملفات كثيرة تحتاج إلى حل، ونحن نرى أنه الشخصية الأمثل والأكبر على التحرك السريع لحل مثل تلك الملفات. نركز أيضا في حملة دعم وتأييد النائب خالد أبو نحول على التواصل مع مختلف الأهل في مركزي فرشوط أبو تشت وأبو تشت، وذلك بزيارات ميدانية للنائب. عادة ما تكون جلسات يسودها طابع الود والمحبة والتقارب الشديد في وجهة النظر، وقد أسفر ذلك كله عن زخم شديد
يعني اتصفت بحملة دعم النائب خالد أبو نحول خلال الفترة الأخيرة، دعما وتأييدا واتساع رقعة المؤيدين والمحبين، ثقة وإيمانا بقضية عادلة، وهو أن يكون لأهل مركز فرشوط ممثل شرعي عنهم في البرلمان. تمام، جميل جدا. طيب عايزين نعرف رأي حضرتك في ضم دائرتي أبو تشت وفرشوط في الانتخابات البرلمانية الحالية. طبعا يعني لا شك انه مركز فرشوط ظلم كثيرا من قبل باضافته الى مركز نجا حمادي، ثم يعني اضيف الى مركز ابو تشت، ومع ذلك نقول انه كل الاهل في ابو تشت والاهل في فرشوط هم وحده واحده ولا يمكن تجزئتهم. والنائب خالد ابو نحول يسعى يعني لخدمه جميع الاهل، والنائب خالد ابو نحول هو الوحيد في مركز فرشوط الذي نجح في الوصول إلى جولة الإعادة ممثلا عن مركز فرشوط بفضل الدعم والتأييد القوي سواء في مركز فرشوط وأهل أبو تشت الذين يتوافدون على مقر الانتخاب يوميا يبدون دعمهم ومساندتهم ايوه للنائب خالد أبو نحول. تمام. طيب اتمنى الاعداد ينزل صوره الاستاذ محمد عبد الحميد. طيب بنسالك سؤال اخير، وجه كلمه لاهل دائره ابو تشت وفرشود. يعني طبعا كل الاحترام والتقدير لأهل أبو تشت، ومن حقهم أن يكون لهم مقعد في البرلمان، ومن حق مركز فرشوط أيضا أن يكون له مقعد في البرلمان. ونقول للجميع إن النائب خالد أبو نحول هو ابن مركز فرشوط، يمثل جميع مركز فرشوط بالمدينة والقرى، ونرى أن اللحظة حاسمة تحتاج إلى الدعم والتأييد والخروج بكثافة لدعم النائب خالد أبو نحول. ونرى أن المؤتمر الجماهيري الذي عقد بمدينة فرشوط ايوه، الأسبوع الماضي دعما وتأييدا للنائب خالد أبو نحول ده هو حب خير الناس يا دليل استاذ محمد. على حب الناس وعلى الالتفاف الجماهيري والشعبي وإيمانا بقضية مركز فرشوط، وهو حقه في أن يكون له ممثل شرعي داخل البرلمان. ان شاء الله بنتمنى ليه التوفيق، خاصه ان النائب خالد ابو نحول دخل مرحله الاعاده او المربع الذهبي مع العقيد صلاح ابو الليل ودكتور حسام عيسى واللواء عبد الفتاح الشحات. نتمنى التوفيق. وفي نهايه فقرتنا طبعا بنشكر الاستاذ محمد عبد الحميد ابو يونس من قريه الدهسه محافظه قنا، ونطلع فاصل متابعينا والفقره الثانيه مع المنشد الديني الأستاذ إسلام حلاوة، انتظرونا. رجعنا لكم مرة تانية متابعينا وبرنامج حقق حلمك صح. طبعا النهاردة ولادة نجم جديد وهو المنشد إسلام حلاوة. طبعا قبل ما نبدأ مع ضيفنا بنشكر الأستاذ محمد عبد الحميد أبو يونس، وطبعا هو موجود معانا على الصورة اهو، بنشكرك طبعا جدا المستشار الإعلامي، ونبدأ حلقتنا مع الأستاذ إسلام حلاوة. أهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. ربنا يخليك يا فندم. الله يرسيك. طبعا يا اسلام عايزينك تعرف نفسك للساده الجماهير. طبعا انا اسلام حلاوه، منشد ديني. في الاونه الاخيره طبعا من خلال 3 سنين كنت بدات في مجال الانشاد الديني. انا طالب في كليه بدات الجامعه. فين بالظبط؟ كنت بدات في حفلات، يعني في فندق، كان ايام شغلي، يعني كنت انا في فندق فنادق في شرم الشيخ وكده. كنت انا بغني في الاول، بس بغني طبعا اغاني وطنيه واغاني حماسيه للشباب وكده عن النجاح، وبتخاطب الشباب يعني وكده. بس حاليا طبعا قررت ان انا اخد بقى تجربه الانشاد الديني، انال الشرف طبعا العظيم ان انا اكون منشد ديني يعني، وامدح النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاه والسلام. طيب عايزين نسمع قمر
وعايزينك تبهر الناس، بحيث طبعا ايه المفاجأة اللي جاية ان شاء الله انا مجهزها لك تمام يا ان فندم. شاء الله. احنا طبعا البرنامج زي ما قلت لك مسابقة، وهنبدأ ثلاث واربع وخميس، ومسابقة كبيرة ان ده شاء الله. شرف لي ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا حبيبي. واجمل منك لم ترى قط عين، واطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عار، كأنك قد خلقت كما تشاء، قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل سيدنا النبي وجميل، قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الله عليك. اتدربت على ايد حد يا اسلام؟ طبعا انا كنت بدات في مجال الارشاد، كنت واحد طبعا من نقابه الارشاد طبعا، يعني ما شاء الله في هناك عمالقه يعني. بقيت طبعا عن مجال التدريب طبعا اتعودت ان انا اسمع بقى للعمالقه الانشاد اللي كل واحد فيهم مدرسه لوحده. مين مثلك الاعلى طبعا في الانشاد الديني؟ طبعا مولانا الشيخ نقشبندي، نقشبندي، سيدنا طبعا نصر الدين طباه، كحلاوي، كحلاوي، محمد، الشيخ محمد عمان، الشيخ طه الفاشني طبعا، ان شاء الله تمام. يعني كل دولت لو وحدهم، كل واحد فيهم لوحده مدرسه يعني. فطبيعي ان اي منشد ديني علشان ينجح لازم يكون بيسمع ليهم، وطبعا لما بيسمع لهم طبعا بقى يبدا يتدرب طبعا على المقامات الصوتيه والفوكاليز وهكذا يعني. جميل جدا. طيب احنا قدامنا دقيقة عشان نطلع فاصل، عايزينك تسمعنا وحشتنا يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله. تمام يلا. شفت يا ما نسمونا تعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا، عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا، شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق ليك والله محمد، قلبي عليك صلى الله عليه وسلم. والسلام. طيب نطلع فاصل إعلامي، طيب. نطلع فاصل إعلامي، انتظرونا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد أذان العشاء مع الأستاذ إسلام حلاوة. أهلا أهلا بك. وسهلا، الله يخليك. عايزينك بقى تسمعنا الله 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 على رسول الله. تمام. الله 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 على نور رسول الله، الله 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 على
وعنوا برسول الله. سيدنا النبي حنين سهل كده ولين، سيدنا النبي حنين سهل كده ولين، بين يا زين بين حسن رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله، والله الله الله على نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. غنيت في الاوبرا قبل كده ولا ساقية الصاوي؟ انا طبعا حضرت حفلات في ساقية الصاوي ايام ما كنت بغني بقى طبعا اغاني هي مواويل، مش موسيقى مثلا اهدى اللي صار نشبه لايه. كان اللي عجبتني اللي اعجبهم قوي بتاعت اهدى اللي صار بقى، كانت الناس دايما تحبها تسمعها مني في ساقية الصاوي يعني. اهدى اللي صار اه ده هتسمعها انا تحت امرك. اتفضل. ماشي. أهدى اللي صار وادي اللي كان، مالكش حق مالكش حق تلوم عليا تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا ماهوش بإيدنا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش بإيدنا، قول لي عن أشياء تفيدنا وبعدها بعت القضية. وهدى اللي صار وادي اللي كان، مالكش حق مالكش حق تلوم عليك. ما فكرتش تكون فرقة تمام وتشتغل؟ طبعا فكرنا طبعا اكيد اي مرشد ديني طبعا في البداية لازم يكون له تيم خاص بيه. عندك انت في عمالقة مثلا موجودين على الساحة وانت بسم الله ما شاء الله صوتك جميل جدا، ربنا يحفظك. ايه المشكلة ان انت تبدا تعمل فرقة وتبدا تنتقل ما بين المحافظات خارج مصر؟ والله يتعود علي اصلا، انا كنت الحمد لله كذا مرة في الحمد لله، وده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. بس هو كان اللي هو بس كان موضوع شغلي وموضوع طبعا بعد كليتي ان شاء الله بفكر يعني ان اخلص كليتي الاول ان شاء الله على خير. بعد الكليه ببدا اتفرغ بقى طبعا حياتي. انت في سنه كام دلوقتي؟ انا خلاص اخر سنه في الكليه ان شاء الله باذن الله. كليه جوه جامعه بدن ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب احنا قدامنا دقيقه ونص على الختام، عايزينك كده ايه، لا اما تسمعنا مولاي او الصلاه على النبي، اختار انت براحتك. تمام. مولاي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي. مولاي يا مولاي، أطوف بالليل والأسحار ساجية، أدعو وأمس دعائي، أدعو وأمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائد واجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي، تحلو مرارة عيش في رضا. تحلو مضاوة عيش في رضاك،
في رضاك تحلو مضاوة عيش في رضاك. بنشكرك جدا، واحنا كنا حابين نكمل معاك اكتر واكتر، لكن وقت الحلقه خلص. ربنا يخليك يا فندم، وان شاء الله تكون معانا طبعا في المسابقه بتاعت حقق حلمك. صح، شرف لي اكيد ان شاء الله. شكرا. الى هنا مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. انتظرونا ان شاء الله في نفس الميعاد الاسبوع القادم، وبالاضافه الى يوم الثلاث والاربع والخميس باذن الله، وهنبدا مسابقه برنامج حقق حلمك صح لكل المواهب الموجوده على صفحه الفيسبوك وعلى تويتر وانستجرام، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع، وإلى اللقاء.